ونكمل الـ System Utilities. في عندي الـ File Compression Utility. طبعاً الـ File Compression من اسمه Compression، يعني يقوم بعملية ضغط للفايلات أو للملفات. لما نعرف الـ File Compression Utilities نقدر نقول إنه هي programs that reduce the size of files without harming the data. هي عبارة عن برامج تقوم بتقليل حجم الملفات من دون أن تؤذي الداتا، من دون أنه ما يصير فيه خراب للداتا أو من دون ما أنها تنقص هذه الداتا. من مميزاتها أنه تخلي الفايلات smaller or quicker to transfer، يعني كل ما كان حجم الملف أصغر كل ما كانت عملية نقله عبر شبكة الإنترنت أسرع. ذاكر اللي في السلايد steps to make a zip file. الزب فايل هو الملف المضغوط. في خطوات عشان أضغط أنا أي ملف عندي. أول شيء أني لازم أحدد هذا الملف، أضغط عليه يمين، أختار خيار اسمه send to إرسال إلى، وبعدين أختار compressed folder ملف مضغوط. إذا عندي أنا خطوتين علشان أضغط الملف، أني أختاره، أضغط يمين، أختار send to ثم compressed folder. Compare the size between the original file and the zip file. لما أجي أقارن ما بين اللي هو الملف الأصلي والملف المضغوط، راح ألاقي إنه الملف المضغوط حجمه أكيد smaller، حجمه أصغر أو حجمه أقل من الملف الأصلي. Extracting files from a zip file. عشان أستخرج الفايلات اللي أنا قد ضغطتها، في خطوات لازم أتبعها. أسوي drop down the folder task list. أروح على قائمة اللي هي مهام الفولدر وأختار خيار Extract All Files، استخراج جميع الفايلات. اللي راح يطلع، راح يطلع لي شيء اسمه Wizard معالج، اللي هو زي النافذة راح يسألني فيها فين المكان اللي أنت تبغين تستخرجين فيه الملف، واضغطي أوكي أو اختاري هذا المكان، وبعدين يطلع لي هو الملف المضغوط. طبعا هذه الخطوات كلها عبارة عن خطوات عملية ما راح تجيني أبدا في اللي هو الكويزات، بس إني مجرد الاطلاع كيف أضغط ملف وكيف أسوي للملف هذا extract.